الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا نهتدي لو هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. فاليوم إن شاء الله حديثي معكم سيكون عن الحسد. وما أدراك ما الحسد؟ داء عضال ومقت ووبال، يقتل النخوة ويهدم المروءة. داء قد استفحل أمره واشتد عضده، فاستوحش ضعاف الإيمان وقليل المروءة. هذا الداء سماه النبي عليه الصلاة والسلام داء، قال: دب عليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. عرف بعض العلماء الحسد بأنه تمني زوال النعمة، لكن بعض العلماء قال تمني زوال النعمة هذا أخبث الحسد، وإلا فمجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله جل وعلا به على غيره فهذا حسد، مجرد كراهية. فلان الله جل وعلا لماذا أعطى فلان ولم يعطيني أنا؟ مجرد أن تكره ما أنعم الله عز وجل به على غيرك فهذا حسد، وهذا مفقود عند الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال: واسألوا الله من فضله. ما تنظر إلى الناس، ما تنظر إلى ما عند الناس من الأموال، الله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض. أسأل الله جل وعلا، قال واسأل الله جل وعلا: واسألوا الله من فضله. فالإنسان يسأل الله جل وعلا من فضله. فلذلك يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يقول الإمام القرطبي: أمر الله عز وجل بالاستعاذة من كل شرور، وجعل خاتمة ذلك الحسد تنبيها على عظمه وكثرة ضربه. تأمل، وكثرة ضربه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر ما يموت من أمتي بالعين. أكثر ما يرى الناس أن كثير من الناس يموتون بالأمراض المزمنة المستعصية التي يعجز الأطباء يجدوا لها علاجا ناجعا. لكن هذا فيما يظهر للناس، لكن هناك أمر خفي، قد يحسد الإنسان في صحته فتذهب الصحة، قد يحسد الإنسان في ماله فيذهب المال، وتحسد المرأة في جمالها فيذبل هذا الجمال، تحسد المرأة بأن إقبال الناس عليها كثر فلا يسأل عنها أحد وتعنس. هذا كله يا أخواننا قد يكون أسبابه الحسد، لكن هذا أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس. لذلك أمر الله عز وجل أن نستعيذ من الحسد حتى لا يصيبنا في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أموالنا وفي صحتنا. لذلك يقال أن أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء هو الحسد، حسد إبليس لأبينا آدم. الله عز وجل قال للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله عز وجل سأل إبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ كل الملائكة سجدوا إلا إبليس. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. يقال أن أول من استخدم قياس العقل هو إبليس، استخدم قياس العقل، قال أنا خير منه. طيب ما هو المعيار الذي جعل إبليس يفضل نفسه على آدم؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي أخبر إبليس أن النار أفضل من الطين؟ ما في أحد أخبره، لكن هذا كله افتئات لحق الله عز وجل والقول على الله بغير علم واستخدام العقل المجرد. وكثير من الناس يستخدم هذا العقل ويرفض النصوص ويرفض الأمر. لذلك يقال العبرة ليس بالأمر، إنما العبرة بمن الآمر، من الذي أمرك؟ الله عز وجل ينبغي أن تخضع لله عز وجل وتستجيب لأمر الله عز وجل. قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقت. ما هو دافع إبليس في ذلك؟ هو الحسد والاستكبار والإعراض والعياذ بالله. لذلك كفر الله عز وجل، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين والعياذ بالله. يقال كذلك أن أول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض هو الحسد، حسد قابيل لأبينا هابيل. الله عز وجل ذكر في القرآن أن هابيل وقابيل قربا قربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. الله عز وجل هو من قبل صدقة هابيل ولم يقبل صدقة قابيل، لكن قابيل والعياذ بالله نظر إلى أن الله جل وعلا كيف يقبل صدقة فلان، بدل أن يقول يا الله لماذا لم تقبل صدقتي؟ فيخبر الله عز وجل أن له من الذنوب ما له، فيستغفر الله عز وجل فيدع قربان فيتقبل الله عز وجل منه. لذلك الله عز وجل قال واسأل الله من فضله، بدل الإنسان يلتفت إلى الناس وما عند الناس من الأرزاق من الأموال من الأبناء، ينبغي أن يلتفت إلى الله عز وجل ويرى وينظر إلى لماذا حرم هو من هذا الرزق بينما الله جل وعلا أعطاه لغيره. فإذا علم ذلك لجأ إلى الله عز وجل وسأل الله جل وعلا من خزائنه. الله جل وعلا عنده خزائن الدنيا والآخرة ويعطي من يشاء بغير حساب،
فاسأل الله عز وجل من فضله، فالله جل وعلا يعطيك، ولكن لا تنظر إلى ما عند الناس. فعلاج الحسد يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال أن من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. أمسك في الدعاء ده، أي مكان أي منزل، مشيت أهلك، مشيت المدرسة، مشيت الجامعة، مشيت السوق، مشيت أي مكان، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضرك شيء، لا يضرك، قد يصيبك لكن ما يضرك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ضمنه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. كذلك من قرأ سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستطيعها البطلة، أي السحرة، فإن من يقرأ سورة البقرة ويداوم عليها فإن السحرة لا يستطيعون إصابته بشيء من السحر. كذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يقربه الشيطان حتى يصبح إذا قالها في الصباح، وإذا قال في المساء لا يمسي ولم يقربه الشيطان. هذه نعم، وهذه أذكار يعني في المتناول، يعني أذكار يعني ما تكلف الإنسان شيء، يقولها في أي مكان. الآن أنت إذا نزلت أي منزل قل أعوذ بكلمات الله التامات لا يضره شيء، لا عقرب ولا سم ولا وحوش ولا شياطين ولا غير ذلك، فيكون الإنسان في أمن وأمان. وكذلك ينبغي أن يحصن أبنائه من الحسد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن الحسن والحسين بقول أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك يحسن أبنائه بسورة الفلق والناس. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروا إنه غفور.